بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم دكتور حسين عبد العليم، أخصائي البطنة في قناة الخلاصة في الطب كونكلوجن. ناس كتير في ما شافوا حلقة السكر النوع الثاني وفي الحمية والتخسيس قالوا أنت يا دكتور بتقول لنا خبز الشوفان، ما عملتناش فيديو خبز الشوفان، إحنا مش عارفين نعمل خبز الشوفان إزاي. فالنهاردة هنعمل فكرة بسيطة عن إزاي نعمل خبز الشوفان بطريقة مبسطة وسهلة في دقيقتين ثلاثة كده. هو الفكرة بنجيب بس اللي هو الكوبايتين مثلا الشوفان، بنجيب الشوفان اللي هو بتاع شوربة، ده بنعمل شوربة من العسيم أو هايبر باندا أو أي سوبر ماركت جنبك، هنقول هنا عشان عندنا الأسامي دي، من أي مكان جنبك أي سوبر ماركت. يفضل يكون عضوي، مكتوب عليه عضوي، يفضل يكون خالي من الجلوتين. لو طبعا الناس ما عندهمش حساسية للجلوتين مفيش مشكلة، بناخده بنضربه في الخلاط وبنطحنه، بنعمله دقيق ناعم من الشوفان نفسه، ممنوع دقيق تاني خالص. بنضيف مثلا كوبايتين شوفان، بنحط عليهم كوبايتين وربع مية، بحيث يكون العجينة طرية زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو مع بعض، وهشرح لكم بالتفصيل ازاي نعمل خبز الشوفان. وطبعا ممكن تضيف عليه خميرة، ممكن بيكنج باودر معلقة صغيرة، او ممكن تضيف عليه معلقة زيت زيتون او معلقة ملح اذا حبيت. ما حبيتش يبقى نكتفي بالخميرة وخلاص عليه. وبتعجنهم بنعمله في الطاسة بتكون مسخنة جاهزة والمية بتكون مغلية، يعني كوبايتين شوفان زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو ان شاء الله مع بعض، وكوبايتين وربع مية، ويكون مغليين مسبقا، يعني مية مغلية. يلا بينا يلا بينا، توكلنا على الله. السلام عليكم. طريقة عمل خبز الشوفان، بنجيب الشوفان من السوبر ماركت، نجيب شوفان يفضل يكون عضوي مكتوب عليه خالي من الجلوتين، وبنطحنه في المطحنة كوبايتين مثلا، 2 كوب شوفان عادي لو حق الشوربة ده بتاع الشوربة، كوبايتين نحط عليهم مثلا كوبايتين ربع مية بس، نطحنه الأول لحد ما يبقى دقيق دقيق خالص، ونضربه في الخلاط الأول، نطحنه كويس يعني كوبايتين شوفان عليهم كوبايتين ربع مية. ممكن تحط معلقة ملح، ممكن تحط عليه زيت، ممكن ما تحطش خالص مفيش مشكلة. في ساعات نحط عليه خميرة، نحط عليه فانيليا، كل ده اختياري يعني، مفيش مش شرط حد. يعني يفضل عشان بتديله بس طعم وريحة كويسة. بعد كده بنعجنه ونظبط المية بحيث يكون طري، كوبايتين إلى ربع مية مع كوبايتين شوفان، والمية تكون مغلية مسبقا يعني، تغليها وبعدين تحطها على الايه الشوفان بعد ما تطحن. بتعجنه لحد ما يبقى عجينة طرية، ايوه نعمل لكم بايدين اهوت عجينة طرية حلوة. بعدين نقطع قطع العجينة طرية، ممكن تظبط المية تزودها، هما كوبايتين ربع مية على كوبايتين شوفان بحيث يطل يعني كتر المية بس مش كتير أوي بحيث يكون طري. بعد كده بنعجنه، ممكن نغطيه بكيس كده أو قماشة على ما ينشف شوية بس يكون طري أفضل. ده العجين عادي، نقلبه كويس لحد ما يبقى نسبة طراوة في العجينة نفسها. بنحطه مثلا ممكن نغطيه بحاجة كده كيس أو قماشة. بنستخدم برضو الدقيق بتاع الشوفان نفسه اللي احنا طحناه عشان ما يلزقش، وبنقطعه قطع صغيرة وبنخبزه بالخبازة أو بإيدينا حسب الموجود. عجينة جميلة جدا طرية حلوة خالص اهي. بنقطعه قطع صغيرة وكده كده معروفة ازاي بقى بنخبزها، بنفردها قطع صغيرة خالص اهي طرية، وبعدين بنفردها كده
خبيز عادي، كل الناس عارفة الطريقة يعني، مفيش مشكلة. ونفرده شوية بالخبازة على كيس أو ورق زبدة. ممكن نغطيه شوية بكيسة أو بقماشة يتفرد خالص اهوت. مشروطة جميلة خالص اهي معايا، مشروط زي الفل خالص. مفرودة أيوة، بنفردها جميلة خالص. ممكن نحطها بقى، نغطيها بأي حاجة، بقماشة بأي شيء، وبعدين نحطهم. بنسخن الطاسة، الطاسة تكون متسخنة كويس ونحطها، وما نسويش قوي، هتحس يبقى طري، واحنا كده كده بناكله طازة أصلا. نسخن الطازة كويس ونقلبه. كده استوى جميل خالص اهوت، و يسوي جميل. خبيلها انا والشيفة.